السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كرة فانس. إذن ستجه الأنظار يوم الأربعاء إن شاء الله إلى لقاء القمة، الصدام التونسي الكلاسيكو الذي سيستقبل من خلاله النجم الترجي التونسي، النجم الساحل التونسي برسم البطولة التونسية. لقاء مؤجل، لقاء سيكون مهم جدا للفريقين، لقاء سيكون صعب التكهن بنتيجته، لقاء سيكون بطموحات متباينة. الترجي التونسي لبسط السيطرة على الدوري التونسي والانقضاض على الصدارة، في المقابل النجم الساحل التونسي لتغيير النتائج السلبية ولتصحيح الأوضاع والأداء المتذبذب اللي قدمه النجم الساحل التونسي هذه السنة. كيف ما قلت، لقاء سيكون قوي إن شاء الله بين الفريقين. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سنتحدث عن كل ما يخص هذا اللقاء، وكذلك سنتحدث عن غيابات الفريقين، وفي نهاية الحلقة سيكون لدينا توقع لنتيجة اللقاء، توقع لا قيمة له، هو مجرد توقع. إلى وصلتكم الحلقة وعجبتكم ما تنساوش تدعمونا باللايك وبالشير. بالنسبة اللي كيشاهدنا أول مرة ما تنساش تسجل في القناة ديالنا، فعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد أول بأول. ندخلوا في التفاصيل. إذن الترجي التونسي والنجم الساحل التونسي ولاد باب سويقة والإطوال سبق وأن التقيا 127 مرة في الدوري التونسي، 46 انتصار للترجي، 38 انتصار لصالح النجم، و43 لقاء انتهوا بالتعادل. وهذا الشيء كيبين تقارب كبير في الأرقام مع تفوق طفيف لصالح الترجي التونسي، ولكن التفوق لا يعني شيء في هذه اللقاءات. في هذه الكلاسيكوات دائما المستوى يكون متقارب وتكون صعب التكهن بالمنتصر، ودائما المنتصر ينتصر بفرق هدف، يعني على أبعد تقدير كيكون فرق هدفين. الترجي التونسي كتعتبر شيخ وزعيم الأندية التونسية، توج بالبطولة التونسية 29 مرة. على الجانب الآخر النجم الساحل التونسي توج بالبطولة 10 مرات. النجم الساحل التونسي لا يمر بأفضل وبأحسن أحواله في البطولة التونسية، أداء متذبذب جدا، ولهذا في بداية الموسم قرر الفريق التعاقد مع المدرب الإسباني غاريدو اللي سبق له درب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي. ولكن صراحة منذ مجيء المدرب، وكنت حدثت يعني على البطولة التونسية، المدرب لم يقدم ذاك الأداء الثابت مع الفريق. الفريق النجم الساحل التونسي لعب 11 لقاء في البطولة التونسية، 5 ديال الانتصارات، 3 ديال التعادلات، و3 ديال الهزائم، يعني صراحة. والفريق عنده 18 نقطة، يحتل المركز السادس في البطولة التونسية، وهذا مركز لا يليق بفريق بحجم النجم الساحل التونسي. لهذا قلت على أن الفريق لا يمر بأحسن أحواله في البطولة التونسية. تصور على أن النجم الساحل التونسي في آخر 3 ديال اللقاءات لعبهم في الدوري التونسي لم يحصل إلا على نقطة يتيمة، يعني 2 ديال الهزائم وتعادل في آخر مقابلة ضد النادي الإفريقي، يعني وهذا يعني شيء غريب أن نشاهد النجم الساحل التونسي يقدم هذا الأداء المتذبذب في البطولة التونسية. فيما يخص يعني أداء الفريق إفريقياً، يعني إفريقياً الفريق على ما يرام، الفريق يتصدر مجموعته، يعني المجموعة اللي كتواجد فيها الأهلي المصري، الهلال السوداني وبلاتينيوم. وآخر لقاء أجراه النجم الساحل التونسي في البطولة في بطولة الشامبيونز ليج تمكن من تحقيق ريمونتادا على الهلال السعودي بعدما كان منهزم بهدف لصفر، تمكن من انتصار بهدفين لهدف واحد. يعني الفريق إفريقياً كما كنقولوا غادي مزيان، ولكن محلياً الفريق متذبذب. لهذا هذه المقابلة مهمة جداً للفريق النجم الساحل التونسي، الروح المعنوية مرتفعة بعد الانتصار على الهلال السوداني، وتنظن على أن هذا اللقاء سيلعب بشعار تصحيح الأوضاع بالنسبة للنجم الساحل التونسي، لأن الفريق يبتعد عن المتصدر بعشرة ديال النقاط، وأي تعثر ضد الترجي التونسي يعني أن النجم الساحل التونسي سيبتعد كليا عن الصراع في البطولة التونسية، وهذا شيء غير مقبول بالنسبة للجماهير النجم الساحل التونسي. الجماهير الكبيرة كنا كنعرفوا على أن النجم الساحل التونسي يعني له جماهير كبيرة، وكيلعب في ملعب ديالو ملعب سوسة، يعني كتعتبر من أبرز ومن يعني من الملاعب القوية جدا. دائما النجم الساحل التونسي كيحقق انتصارات في هذا الملعب هذا. على الجانب الآخر الترجي التونسي يمر بمستوى وبمرحلة جيدة جدا، سواء في البطولة التونسية أو في إفريقيا. يعني في البطولة التونسية الترجي التونسي لديه 3 ديال اللقاءات مؤجلة، الفريق لعب 9 ديال اللقاءات، 8 ديال الانتصارات وتعادل واحد، يعني الفريق لم ينهزم قط في البطولة التونسية. الفريق لديه 25 نقطة على بعد 3 ديال النقاط
من صدارة الدوري التونسي. وهنا تكمن أهمية اللقاء بالنسبة للترجي التونسي. الترجي يريد تحقيق انتصار آخر ولينقض على الصدارة، وسيتبقى له لقاءين مؤجلين، إذا ما انتصر فهاد اللقاءين يعني سيبتعد بست نقاط عن صاحب المركز الثاني. يعني الترجي التونسي يلعب على العديد من الجبهات ويريد توسيع الفارق في البطولة التونسية وضمان أكبر عدد من النقاط للتفرغ للمنافسات الأخرى، سواء إفريقيا يعني بطولة الشامبيونز ليج. الفريق يمر بأحسن أحواله، يتصدر مجموعته يعني بعشرة ديال النقاط، ويحتاج لنقطة واحدة للتأهل لدور الربع النهائي. وأيضا الفريق تنتظره مقابلة مهمة جدا الشهر المقبل، لقاء سوبر الإفريقي ضد الزمالك المصري. كيف ما قلت، الترجي لديه أجندة ممتلئة، لهذا الفريق يصارع ويريد ضمان أكبر عدد من اللقاء من النقاط لتوسيع الفريق مع الفرق الأخرى. الفريق سيفتقد العديد من اللاعبين في هذا اللقاء، كنتحدث على الترجي التونسي، الدربالي للإصابة، اللاعب غوامي أيضا يعني رجع للتدريبات ولكن ليس بجاهز بنسبة كبيرة. أزمة اللاعب أنيس البدري، كنا عرفنا الأخبار، اللاعب أنيس البدري ذهب إلى جدة للتوقيع مع فريق اتحاد جدة السعودي من غير موافقة فريق الترجي التونسي، وهذا ما خلق أزمة بين أنيس البدري والترجي واتحاد جدة. وهناك العديد من الأخبار تقول على أن اتحاد جدة رفض التوقيع مع أنيس البدري من غير موافقة الترجي، لأن هذه المسألة يعني يمكن أن تفرض عليه عقوبات هو في غنى عليها. عموما هذه الأزمة ما عرفت واش غتأثر على الترجي التونسي، لأن أنيس البدري كيتعتبر من اللاعبين الركائز في تشكيلة الترجي. ولكن صراحة تنظن كرأي شخصي، تنظن على أن هذه السنة شاهدنا يعني أداء أكثر من رائع للاعب الليبي حمدو الهوني، اللي قدم أداء أكثر من رائع سواء في كأس العالم للأندية وكذلك في البطولة التونسية وكذلك إفريقيا، واختير بالمناسبة كأحسن لاعب في الترجي التونسي في الشهر السابق. الترجي قلت كيعاني من العديد من الغيابات، ولكن الترجي التونسي دائما عودنا على أنه كيتغلب على هذه الغيابات، وأن الترجي بمن حضر ولديه أيضا أسماء في المستوى اللي يمكنهم يعوضوا اللاعبين الغائبين. على الجانب الآخر، النجم الساحلي التونسي سيفتقد خدمات اللاعب الشيخاوي اللي كنعرفوه لاعب يعني مهم جدا في تشكيلة النجم الساحلي التونسي، كنعتبره أبرز لاعب، ولكن الفريق غيعرف يعني الفريق لديه أسماء أخرى يعني يمكن لها تحقق نتيجة إيجابية، ويمكن لها يعني تخلق الفارق في هذا اللقاء هذا. صراحة سيكون صعب التكهن بنتيجة هذا اللقاء. كيف ما قلت، دائما الدربيات كتكون متقاربة في المستوى بالنسبة للخطة المرتقبة بين الفريقين. تنظن على أن النجم الساحلي الترجي التونسي سيكون الفريق المبادر، بحكم على أنه يلعب على أرضية الملعب دياله ويريد أن يحقق ثلاثة ديال النقاط، وتنظن على أنه سيبادر بالهجوم وكذلك سيكون حادر، لأن النجم الساحلي التونسي يعني أيضا يمتاز بالهجمات المضادة. على الجانب الآخر، تنظن على أن النجم الساحلي التونسي سيعتمد على نفس الخطة اللي لعب بها ضد الهلال السوداني في آخر لقاء في إفريقيا وتمكن بها من تحقيق ثلاثة من النقاط. تنظن على أن النجم الساحلي التونسي لن يتسرع وسيترك الكرة للترجي التونسي وسيضغط عليه في نصف الملعب دياله وسيعتمد على الهجمات المضادة. كنا كنعرفوا على أن الترجي النجم الساحلي التونسي يتقن الهجمات المرضى ويمكن له إباغة الترجي التونسي في أي لحظة. بالنسبة للتوقعات النتيجة في هذا اللقاء، صراحة يعني صعب، سيكون من الصعب التكهن بمن سيتصرف في هذا اللقاء. الأرقام كلها تصب في صالح الترجي التونسي. أيضا الترجي سيستقبل على أرضية الملعب دياله، على أرضية المنزه، ولكن هذا لا يعني شيء. تقول ديما قلت على أن هذه الكلاسيكويات دائما تكون صعب التكهن بنتيجتها، لهذا تنظن على أن اللقاء سينتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. يعني هذا كيبقى توقع لا قيمة له، ولكن أهم من التوقع ديالي نبغي نعرف التوقعات ديالكم. واش كتظنوا على أن الترجي التونسي سينتصر في هذا اللقاء وسينقض على صدارة الدوري التونسي، أم أن النجم الساحلي التونسي سيحقق المفاجأة وسيعود بثلاثة ديال النقاط من العاصمة
تونس. يعني ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعليقات، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا باللايك وبالشير. بالنسبه اللي كيشاهد القناه ديالنا اول مره، ما تنساش تسجل في القناه، فعل جرس التنبيهات باش دائما يوصلك الجديد ديالنا اول باول. كان معكم رضا من قناه كوره فانس، سلام الله عليكم.